حفظتوا؟ اهلا حسون. شو ما سافرتي؟ تأجلت الطيارة لبكرة. من حظي حتى اكسبك الليلة. من قلبك عم تحكي؟ انتي بتعرفي. ايه لاني بعرف ماني قد الحكي. الله يسامحك. وين كنت لهلا؟ بالسينما. وشو اخذك على السينما؟ حتى موه شوي. وشو كان موضوع الفيلم؟ ما انتبهت له من زعلي على فرائك. وشو طالعك لهون؟ جاي لعن جارنا حتى ما اسهر وحدي. وين غوار؟ مسكين اكل خطة على رجله. لا اطلع شوف شو صار له. لك تعي لهون بركي بتفرع الزلمة. حسونتي بغار علي. قولي على قامتي. ما بيسوى تنزلي قدامها ببوس ايديك. ما بنزل الا معك. وبوست الايد ضحك عليها. هي طريق من على الاسطوح. ليش بتستحي فيي؟ لك هي فطوم لسانه طويل بتزرصني. شو بدها فينا؟ نحن حرين. مين نحن؟ انا وياك. ومن امتى كنا والشمس ترقعنا بعدي؟ من هلا رح نبلش. الله يوفقك. لا تقربي علي انا بتكهرب. رجلي على رجلك. طيب بنزلك بس ما بتفتحي تمك ولا بكلمة؟ وعد. هاتي الشنطة. يا مغيث طلعي لقلك. ما تقوم ننزل لبيتنا؟ ما بدنا نطمن على الزلمة بالأول. طيب قوم اطلع شوفه. يلا. أهلين حسون. شو امتى اجيت؟ من شوي. كنت بالسينما مو؟ مو. وشو اسم الفيلم؟ دخلك شو قلت لك اسمه؟ اسمه غرام وانتقام. حلوة. شلون رجلك؟ أني رجل؟ ها؟ ها ايه؟ اي؟ هي اوبن دامن. هي اوبن دو. مين في عندك فوق؟ كلم حسون. عم تسألك لك. ما في حدا. لكان منين هالصوت؟ من عند الجيران دايما بيعلوا التلفزيون على الآخر. ما في تلفزيون هلأ. خلص الإرسال. مددوا الإرسال. شنو كان في مسيرة؟ المسيرة كانت بالنهار. هن مركبين أنطين طويل. لو سكرت المحطة بتطول الصورة لتخلص من عندهم. لا مو شغل التلفزيون. بجوز الراديو. كأنه صوت خناقة. ايوة هدول العريس والعروسة اللي سكنوا جديد. ايه ما حلن على الخناق. خلاص شهر العسل. ايه بس ماني سامع غير صوت المرأة. ليش بيطلع غير صوت المرأة؟ ايه حصرتي علينا ضلع قاصر. يلا امشي. يلا بدك شي؟ سلامتك. بس يا ريت تلاقي طريقة لهالمصيبة. اني مصيبة؟ مالي مخلص القطع لشوكة بيك. مو اخذ قطعة. والتانية بدك معاونة؟ لا دخيلك. تصبحوا على خير. وانت بخير. بأمان الله. أنا بونجينك.